ربع مليون دولار لمغامرة بالغة الخطورة ربما تنتهي بما لا يحمد عقباه. هذا هو حال ثلاثة مشاهدين، ثلاثة سياح مغامرين قرروا ركوب غواصة تايتن للغوص على عمق 3800 كيلومتر قرب حطام سفينة تايتانيك الشهيرة بصحبة قائد الغواصة والمهندس المسؤول عنها. السياح في خطر مجهول، الاتصال منقطع بهم من ساعات طويلة، ما زال البحث عنهم مستمراً دون جدوى حتى الآن. ورغم تزويدها بمستلزمات الأمان مثل الأكسجين الكافي ل 96 ساعة والقدرة الخارقة على الغوص ل 4000 كيلومتر، إلا أن القلق يتزايد بالفعل على مصير أفراد الغواصة. فرق الإنقاذ تسابق الزمن في محاولة العثور على أي أثر للغواصة المختفية، بينما تتزايد صعوبات الوصول إليها مع مرور الوقت. يأمل مشغلو الغواصة في استغلال وقت الأكسجين الموجود لدى المغامرين من أجل الوصول إليهم وإنقاذهم. إلى لميس. يلا لميس. صباح الخير. صباح الخير. تروحوا على الفضاء أو على البحر؟ لا لا، هون ولا هون، خلينا على البر. بالضبط، أحسن نعرف نمشي. العديد من المغامرات الخطيرة والمكلفة يخوضها المغامرون حول العالم بشغف كبير وغريب. البداية من السفر إلى الفضاء، هذه الرحلة التي تعتبر خوضاً في المجهول بالنسبة لغير المتمرسين، تكلف أكثر من 55 مليار دولار لكل مسافر تقريباً بحسب ما أعلنت عنه شركة أكسيوم المتخصصة بهذه الرحلات. بالنسبة للرحلة إلى القطبين الشمالي والجنوبي، فإن الرحلة تكلف نحو 200 ألف دولار أمريكي لكل فرد لأجل عيش الأيام بين جمال الطبيعة المليئة بالثلوج والأجواء الباردة المثيرة. وبالنسبة للرحلة إلى جبال الهيمالايا، فإنها تكلف نحو 45 ألف دولار أمريكي، ولكنها قد تصل إلى 70 ألف دولار بحال الرغبة بالوصول إلى أعلى قمة في الجبال الشهيرة. وبالنسبة لرحلة لرؤية حطام التايتانيك الأخطر على الإطلاق، فإنها تكلف نحو 250 ألف دولار أمريكي فقط لا غاية. ينضم إلينا في الاستوديو المغامر ومدرب كبير غواصي منظمة بادي العالمية ومدرب معتمد لأصحاب الهمم أحمد العماري. أحمد صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. يا هلا ومرحبا أحمد. أنت غواص؟ نعم صحيح. ما راح أسألك عن الغواصة وتركيبها وما بعرف، ليش تغوص؟ شلك بالبحر وهواله؟ ورزق الله على السيفة. أيوة والله. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. طبعا أول شيء في موضوع المغامرات، أنا مو بس مدرب غوص غواص، أنا أيضا أقوم بالقفز الحر. نعم، القفز المظلي، وأيضا طيار شراعي. نعم، وأمارس تزلج على الجليد من الجبال الثلجية، ومختلف الرياضات والمغامرات. طبعا هي من تجرب الشيء الخطير، خلينا نقول، او الشيء اللي مو باي حد يقدر يسويه، مجرد ما تذوق طعم النجاح فيه او الانجاز او انك انت سويت شيء مو باي حد يقدر يسويه، يشدك، يبدا يشدك الى اشياء ممكن تكون اخطر واكبر. نعم، هذه الجرعه اللي تجيك من الادرينالين، انت بحاجه الى جرعه ثانيه اكبر منها. بالضبط، ما تكفي. انا الحقيقه لطالما اعتقدت بانه موضوع المغامره او حس المغامره والاقبال عليها، خصوصا المغامرات الشديده اللي تصل الى حد اقصى، هذا شيء يا اما نولد معه او نولد وهو فينا او لا يوجد فينا. هل انت بدات تحس بانه حس المغامره هذا عندك كان من الطفوله، ولا شيء ممكن تعلمه؟ يعني خصوصا للناس اللي ما عندهاش هالجرأة الكبيرة، ممكن انه يعني يشجعوا نفسهم ويدفعوا حالهم اكثر ويتعلموا. هو فعليا الموضوع بيكون بالفطرة عند بعض الناس، والبعض بيكتسبونها من خلال التجربة. يعني في ناس ممكن ما يكونون يعرفون شو الشعور هذا، او يكونوا وايد خايفين في تجربة معينة، مثلا الغطس. مجرد ما يجي ويجرب عندنا الغطس في بيئة آمنة وتحت اشراف مباشر من مدربين، ويعني ناس عندهم خبرة، ففي هذه الحالة
حصله كسر حاجز الخوف وعجبه واصلا زادت ثقته في نفسه. اي بس احمد يعني انا لما اروح ادفع مبالغ حتى اخذ هذا الكورس وادفع مبالغ حتى اجر هذا المركب او الطراد او ايا كان تسميه ياخذني الى مكان الغوص وادفع مبالغ لعده الغوص الغاليه. نعم. ليش انا قاعد ادفع هذه المبالغ حتى اخاطر بنفسي وفي يمكن اشياء انا ما اضمنها تحت؟ تمام. انا ابي اوصل هذا الشعور. حلو. انا بعطيك فكرة. على فكره ترى مجالك مو بعيد عن مجالنا. احنا لما نروح نغطي حروب ايضا هو نوع من الادمان. فعليا ونحترم ذلك صراحه. اهنيكم على شيء. طبعا سلمك الله. بالنسبه لموضوع الغوص فيه مخاطر خلينا نقول او بعض الرياضات فيها مخاطر مثل حتى يعني لعب كره القدم ممكن تصير فيه اصابات. القياده في الشارع في البركبه يعني ممكن يصير فيها حوادث لا سمح الله اذا خليت في القوانين. طبعا عندنا في الغطس نحن ما نغوص على طول كذي، نحن نخضع تحت تدريبات مكثفه وفي قوانين في اشياء طلع لك سمك القرش مو بيدك. تمام. بالنسبه لهذا الامر طبعا اي كائن في البحر ما راح يتعرض لك الا اذا كنت انت تشكل خطر عليه. نعم تشكل خطر عليه او حس ان انت فريسه، فما بنطرق لهذا الموضوع، لكن الفكره بان انت اذا التزمت في القوانين وطبعا نحن ما ندفعك ابدا بعيدا عن الحدود الامنه، فبالتالي المغاصات اللي نغوص عليها اماكن نغوص عليها من عشرات السنين يعني ومعروفه كمحميات للغطس ومحميات طبيعيه، ف يعني تحت مظله الامان يعني ما نجازف. فبالتالي لما يجي شخص ما يعرف اي شيء عن هذه الامور ويخوضها تحت نفس ما تقول الاشراف المباشر يحس بالامان. ليش يغامر؟ بالضبط. ليش يغامر؟ شوف لانه يعني روتين الحياه الممل يعني خلاص الواحد يحس انه يبي يغير يبي يسوي شيء. طب هذا بيخليني اسالك سؤال اخر، هل كلما زادت الخطوره واقتربت من تهديد الحياه كلما زاد الادمان على المغامره؟ بالضبط هذا اللي كنت بوصله. يعني بخصوص مثلا الملياردير البريطاني، نعم، شو اللي دفعه انه يوصل لهالمرحله؟ طبيعي انه كل ما ياخذ جرعه من الادرينالين هذا او من شعور الرضا بانه سوى شيء مستحيل لاي حد ثاني يسوي، خلاص يبدا يبحث عن شيء اقرب الى الخطوره اكثر وشيء اكبر بخصوص هذا الموضوع. نعم. انا اعلم ذلك. حينما حتى في الدراجه الناريه حينما يعني نبحث عن المنحنيات وغيره هذه تعطينا حافز انه انا كسرت هالحاجز، في حاجز ابعد يجب ان تكسره. لكن مثل ذيلا اللي دفعوا ربع مليون علشان رحله وما ندري، على حد علمي هذا الشخص وصل للفضاء يعني بصاروخ او مركبه فضائيه بحيث انه يعني عشان يرضي هذا الشعور اللي فيه. طب ان شاء الله ما يدفعش الثمن الان. يعني انا في شغلتين مستحيل اعملهم بعتقد، ممكن اغوص، ممكن اتعلم الغوص واغوص، اما بانجي جامبينج اللي هو لما تقفز بحبل او قفز المظله من الطائره الفري فول هذه القفزه الحره. نعم. مستحيل. هذا اللي يقول لك يا من شراله من حلاله عله. طيب نتمنى لكم يعني دائما السعاده في كل شيء. احمد العماري المغامر وكبير مدربي غواصي منظمه بادي العالميه ومدرب معتمد لاصحاب الهمم، شكرا جزيلا لك. العفو. شكرا لكم. لمتابعه المزيد من الاخبار والبرامج والقصص الانسانيه والوثائقيات والتقارير الاخباريه لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الاعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.